عرفتي شدني بوليسي دابا واحد شي شويه فاش خرجت. ها عندي لك واحد الخبر زوين بزاف يعجبك. شنو لقيتي راجل؟ شنو لقيتي؟ قالت لك لقيتي يا راجل، لقيت واحد السيد بغى يتزوج بيك ونيغوسيت مع واحد الحاجه في فن. عرفتي شدني بوليسي دابا واحد شي شويه فاش خرجت وانا كنت واقفه طوموبيلتي دوزيام بوزيسيون، وما يعيطوا لي من المحل اللي كنت فيه، هما يقولوا لي اختي انت اللي واقفه دوزيام بوزيسيون، راه واقف عليك البوليسي. وانا نمشي كنجري ونقول له عافاك لما سمح لي، عرفت لي عندي لي بيبي ومزروبه وخرجت دغيا من الدار، خاصني نتقدى دغيا دغيا دغيا. ويقول لي وزيدي على الفاكتوره ديال داكشي اللي كتقضي، زيدي عليها. اش داك عنده انت كنت قلب على البوليسي ما نقولش واش قلب عليهم في منظور، اش داك عنده صاحبه، اش داك عنده شنو ويلي اريز مي زامي كيسولوا عليك اي طون دي اسكو سا فا اسكو سا سباس بيان كيفاش شغلتي مزيان وي مادام تو سي باس بيان سي ايوا فاتحه الي مي شونت افيك توا لا 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 شي جونتي سي سو جونتي فاتحه الي جونتي افيك توا الي مي شونت الي جونتي الي جونتي سي باسكو تو مي دي عرفتي فاتحه كتقول لي اليز فاتحه هي الدوزيام مدام تتقول لها اليز غامني ليا اليز غامني اليز اليز كتقول لها كنحصلها كتقول لها شو تقول لها اونتري لي زافي تقول زعما دخلي الحوايج بلا تيغاس اش كتكون شتا وتتقول لها عاوتاني تتقول لها استغفر الله العظيم تتقول لها شنو كتقول لها تنحصلها في الكوزينه كتقول لها اليز ادمو خصلي لي الماء لك واحد لا نوفيل فن تحمق عليها خا الدراري نعسينا تفيقوا لينا بالضحك ديالها جري فاتحه فاتحه عندي لك واحد الخبر زوين بزاف يعجبك شنو قلتي راجل شنو لقيتي راجل لا ما لقيت لك راجل الصراحه دابا كنت خارجه لقيت واحد السيد بغى يتزوج بيك ونيغوسيت مع واحد الحاجه في فن شنو حيت بعدا فاتحه قالت لي بغات تزوج معاه شنو داك الراجل اللي بغيتي تزوجي بيه كمان انا في حب اعمى قالت لك قالت لك كمان اللي بحب اعمى شوفوا كمان اللي بحب اعمى كاين واحد هو في تركيا المهم قالت لماما عافاك خالتي فاش مشيت لتركيا باش مش بالي فوتوكوب بغات شي واحد انا حمزه خديجه سير شوفي شكون الله يتكسر وما تحليش الباب تتقول علينا قلت لك شوفي سمعيني وقلت ليه دابا عافاك قلت له عافاك الله يتكسر عندي واحد السيده كتحمق واحد لاكريم ديال الوجه الا بغيتي تزوج بها تشري ليها جوج في السيمانه. المهم فاتحه داك النهار جات قالت لي اختي صافا انا صافا قررت انا بغيت نتزوج بشي كوميسير ولا قالت لك رجل قانون رجل قانون الكوميسير العار لما جيو ديوها من عندي نتسنى منها. خديجه انت شنو بغيتي؟ شنو بغيت؟ بغات الطبيب بغات الدواء خديجه بغات خديجه بغات الطبيب وإليز شنو بغات واخا إليز مزوجه خاصة إليز شي واحد تاكلو قسما بالله حتى كان البروموسيون خطيره غندير يدي فيها كيفاش ديري يدك فيها زعما نشري منه يا تشري والله شحال تخلصي نقول لك انا هي شحال دايره بالله. المهم لي زامي بغيت نقول لكم بغيت نقول لها سير فاتحه او ميم طون باش نشوف رياكسيون باسكو بزاف تعجبهم الرياكسيون ديالها كيقولوا لي امتى تسكت هاد البنت. المهم لي زامي سمعي مزيان هاد لا برومو هادي ما غاديش تبقى غير 24 قالت لي دابا تمشي تجيبيها لي دابا تمشي تجيبيها لي هاد لا برومو هادي قالت لي دابا تمشي تجيبيها لي دابا تمشي تجيبيها لي ويلي هادي مسطيه قلت ليها تشريها المهم قالت لي شوفوا قالت لي تجيبي لي ثلاثه من هادو وثلاثه من هذا وتخلصهم لي ب 600 درهم وانا نعطيك فيهم 300 درهم ندير معاك بروموسيون فوالا لي زامي بروفيتي دو سيت مانيفيك بروموسيون اللي غادي تبقى فريمون بروفيتي او ماكسيموم لي زامي صباح الخير كيف صبحتوا كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ما تكونوش انتوما معصبين بغيت نهضر على الموضوع ديال لي زادمينستراسيون عاود المهم اللي كيسقسيني بالنسبه للمشكل اللي كان وقع لي في كيشي مع لا بنك انا حليته في اجنس اخرى يعني من هنا كنكتشفوا بلي انا ماشي الشركه اللي فيها الديفو ولا ما كتعرفش تتعامل مع الكليان ديالها باغ كونطخ البيرسونيل فين ما مشيتي كتلقى يا اما البيرسونيل مزيان يا اما عيان الله يرضى عليكم حبوا الخدمه ديالكم خليوا المشاكل ديالكم في الدار ما تبقاوش تبردوا داكشي في الكليان انا بيدي 7 سنين وانا خدامه في الريكلاماسيون وصداع الراس وكنت كنتعامل مزيان مع الناس دابا اليوم مشيت اتصالات المغرب ياك من هادشي كامل اللي حدا الدار ديالي في الولفه المهم اول حاجه بعد استقبال زيرو
يعني السيد ضروري كتقول له السلام ما كيردش عليك مخنزر. قلت له خصني نبدل الفوق فيه، انا عندي 0661 خصني. قلت له خصني نبدل لابونمون يعني كنخلص دابا تاع 90 درهم خصني نرجع كنخلص 220 درهم باش نزيد في الساعات. قال لي ما يمكنش ما كنبدلوش. بس انا قلت له ما يمكنش انا راجلي يلا بدل السيمانه اللي فاتت. قال لي يمكن لك تبدل في حاله واحده اذا كنتي غادي من الفوق ديال 340 درهم. قلت له انا راجلي العكس كان كيخلص 340 درهم ورجع دابا 167 درهم عمل واحد الفخفه ديال. قال لي هذه مستحيل تكون. قلت له واش عاوتاني انا كنكذب؟ راه مشان لاجونس اتصالات المغرب اللي في مرجان الحي حساني وقال له خاصني نقص من الفخفه ديالي ما زادوش معاه. قال لك لا ما كاينش حيت حتى فريد عنده 0661. وقال لك اذا بغاو يبدلوا الناس ديال 0661 لابونمون ديالهم عندهم الحق يبدلوه غير 340 درهم. مشيت بحالي يعني جرى على كليا يعني اتصالات المغرب غتسوق الخبر عندها واحد خدام هكذا ما كنظنش غادي تخلى لان جرى على الفلوس. انا قلت كنخلص 99 درهم خصني نرجع كنخلص 220 درهم. قال لي لا. قلت والله تنمشي لاجونس اللي بدل فيها فريد. دخلت السلام عليكم عفاكم انا عندي واحد نيميرو 0661 في اسمي كنت كنخلص 99 درهم خصني نخلص 220 درهم. مرحبا لالا وكيضحك وفتي واحد الانرجي بوزيتيف. باق عطيته كارت ناسيونال 5 دقائق بدل لي الفورفي دابا غادي تاكتيفا في ديبي دو موا رجع 220 درهم. فين هو المشكل؟ دونك ما تخليش هاد الناس هادو يبلوكيوكم ولا يوقفوكم ولا يقمعوكم. خليوهم مشيو لاجونس اخرى من الله قدرتو تمشيو تشكاو باش يتبدل هادشي في ليزادمينستراسيون عندنا في المغرب. من الاحسن لان اطغاو بزاف هادشي هذا.